السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، اليوم عندي موضوع كلش مهم، اللي هو تحذير من تشغيل التدفئة على السبت. وأنا هذا الموضوع حكيت به قبل، بس هسه أكو يعني مني عارض هذا الموضوع. اللي ما يقتنع لا يقتنع، أما أنا أحكي للفقير، الفقير اللي عنده صعوبة لمن يحضر السبلت ويجيب يشتري السبلت. يعني السبلت اللي يعارضون حجتهم العاكس، يقول لك العاكس يراد له تزييف واذا ما يشتغل انت ايش مدرك به، منظومة مغلقة هاي يعني مو مفتوحة حتى تحتاج تزييف. بعدين هو من يشتغل 8 اشهر، احنا عندنا صيف يشتغل، هو يزيت على طول. وانا ليش اجربه يمنى ويسرى يمنى ويسرى، على شنو؟ ماكو داعي. بعدين هو التدفئة هي شنو؟ نظام التدفئة هو تلغي الباردة تسويها حارة والحارة تسويها باردة، يعني هو مو يعني هي تدفئة حقيقية، يعني هي المفروض بس الباردة تدفع هواء حار، يعني القطعة الداخلية المفروض هي تدفع هواء حار، مثل المكيفات السابقة كان بيها هيتر تدفع حار بس الفان يشتغل. هسه لا، هسه الكمبريسر يشتغل ويشتغل يعني يدفع غاز نفس الغاز وكأنه مشتغل بالشتاء. أنا ليش ما أخليه يستراح لأن الشهرين، ترى مو أكثر من شهرين هو يحتاج من التدفئة، أخليه يستراح بهاي الفترة بعدين يتهيأ للصيف اللي هو 8 أشهر. وأنا عندي مثلا من هذه أشتريها من السوق ما تتجاوز لها 10 إلى 20 ألف، هذا تدفئة 1000 2000 واط وفان يعني، ويتركب على أي نقطة بالبيت يعني ما يأخذ مبيرية هواي. 1000 واط أخلي على طول، ما أخلي على 2000 همين، والغرفة تصير دافية بسرعة. هاي واحدة. الثانية، أنا راح أخرب القطعة الخارجية، يعني القطعة الخارجية هسه يقول لي هذه الشركة هي صنعتها وخلت بها تدفئة، الشركة تريدك تستهلك حتى تبيع بعد أكثر. يعني من أسويها قطعة باردة الخارجية وبوقت الرطوبة وبوقت المطر وبوقت الشتاء، شو تصير بها؟ خرائط إلكترونية تتلف، هاي الخرائط الإلكترونية تتأكسد كل هاي. أنا بالنسبة لي من أحشحش اختصاص بالالكترونيات السبالت، يعني هذه صقتها يعني الرطوبه العاليه حتى مالت العمودي الحافظ كله، يعني تجيني متاكسده المقاومات ورايحه منتهيه، فيظلون خطيه يدورون عليها وما يلقوها. وهاي يعني بس الخريطه هذه يشتروها غاليه، اغلى من هاي التدفئه الرخيصه. هاي الثانيه. الثالثه، الفان الداخليه اكثر الاحيان بحماوه من يشتغل، فشنو اللي برده؟ برده برودة الداخلية بالصيف. فهالمرة شنو؟ هالمرة الداخلية تنطي حرارة وهو بحرارة فيستهلك بسرعة، بالإضافة إلى القطعة الداخلية تكون بلاستيك وتتأكل، يعني السربس مالتها بلاستيك ويأكلها بلاستيك فتتأكل بسهولة وبسرعة، ويعني يخسر السبلت كامل 1.5 مليون جزء مشتري أو 2 دينار عراقي على متدفئة ب20 25. أفضل شيء أنصح به أنه لا يقولوا لك هذا يزيت، هسه تعود إذا تريد الزيت هذا شغلة وطفي وعوفة بالشهر مرة، شغلة وطفي وعوفة إذا هي هاي مشكلتك أنت. فمع احترامي لكل الآراء، وأنا أحترم كل الآراء، وعندي السبلت أهم للتبريد. يعني القطعة الخارجية إذا صارت داخلية شو تصير؟ تصير مثل القطعة الداخلية، الرادياتر الداخلية يتلف بسرعة ويتأكسد بسرعة ويلم وصاخة بسرعة، بينما الخارجية مرتاحة بس حرارة بس تراب، ما يغسلها بالصواندة ترجع جديدة. أما أنت من سويتها داخلية باعتبار وجمدت الماي وظلت الذب ماي على السطح وانت ما مهيئ لها مثلا مسلك للمي مالتها، لما الذب مي يظل الذب مي بغزارة يعني اكثر من مي الصيف بالقطعة الداخلية، يعني يجوز السطح مالتك يجوز كونكريت المي يدخل الرطوبة بداخله للشيش مالت الحديد ويتاكل بها الحديد. هاي واحدة. بالاضافة يعني ما لها مجاري مثل القطعة الداخلية والصواندة وتطلعها مثلا لبرا، يعني هواي امور. بالاضافة القطعة الخارجية راح يشتغل كومبريسر وفان، والقطعة الداخلية يشتغل فان وحرارة. وافلح من صلى على محمد وعلى محمد ولايكم.